ممكن تعملي لوكال ريكوردينج عندك لو دايره فور يور ريكورد يعني. نو no, مش انا هقدر ارجع بعدين ريكوردد. بتلقيه في الفيديو، بتلقيه ان شاء الله. نو اي دونت نيد تو ريكوردد، بس لو في طريقه تنزل في ال اي ما اتس اسي اوكي يا بس if كده you خلاص. can tag me I would really appreciate. احنا لايف في فيسبوك هسه حاليا. اوكي طيب هرسل لك هنا دلس في زوم، في الزوم هنا في الشات هرسل لك الرابط في الشات اوكي هنا هاي بتلقيه. لا نزله اوكي خلاص خلاص دون وري اوكي ذاتس طيب فاين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الخميس 11 فبراير 2021، ويعني بعد طول غياب من الأنثروبولوجيست اليوم تشرفنا الدكتورة أميرة أحمد محمد، وهي أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وباحثة في قضايا المهاجرين واللاجئين. في مقال يعني انتشر في فيسبوك بصورة كبيرة جدا، والمقال يعني رائع، الزول يبدأ في المقال ما بيقدر يوقف منه لحد ما ينتهي منه كله. فالمقال بعنوان أنثروبولوجيا العطف في السودان، وهي كتابة للدكتورة أميرة. الدكتورة أميرة اتخرجت من جامعة عين شمس علوم، بكالوريوس علوم، وعملت الماجستير في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم الدكتوراه في جامعة شرق لندن، إيست لندن يونيفرسيتي. اشتغلت عندها كارير في الأكاديمية، واشتغلت كذلك في المنظمات الدولية، والآن جات راجعة عشان تعطر لنا هنا سماوات الأكاديمية. دكتور أميرة والله سعيدين بيكي وفخورين بيكي وبإنجازاتك، مرحب بيكي، تفضلي. شكرا عزيزي أنور وشكرا على الدعوة. الحقيقة المقال ده أنا ما كنت متخيلة إنه هيقوم كمان يتحول للايف. كتبته قبل سنتين الحقيقة، هو ما جديد، وكنت في بوسطن في الوقت ده، مشيت بتعاقد مع جامعة نورث إيسترن، وافتكر القصه بتاعت النوستالجيا والزهج هي اللي خلتني اكتب المقال ده، وكان المفروض انه ما يكون فيه اي حس اكاديمي، لكن افتكر الطابع الاكاديمي بتاعي يعني غلب عليه، وفكرت ذاته انه اطوره لحاجه اطول يعني تتنشر في يعني دوريه علميه. وكنت كتبته بالراحة يعني، كل مرة برجع ليه شوية وبكتب جزء وبتوين الناس حوله وهكذا. بعدين طبعا جات الثورة، ومع الثورة أي حاجة أصبحت مؤجلة، ونسيت المقال ده تماما الحقيقة. هو مش أصبح مؤجل وبس، أصبح منسي أصلا. لما جيت قريت قبل زي شهر كده، قريت إنه اليونسكو اعتمدت الطبق الأكلة بتاعت الكسكس كنوع من التراث المادي، التراث الثقافي اللامادي. وأول ما قريت الكلام ده طوالي تذكرت المقال بتاع العطر، وفكرت إنه دي مناسبة يعني كويسة جدا إنه الحكومة السودانية، وعن طريق مبادرات يعني إنه نحث الحكومة السودانية إنها تقدم الأرياح السودانية بمنظومتها الكاملة يعني، بأنه هي توثق كواحدة من أشكال التراث الثقافي اللامادي في السودان. وبعدين طبعاً لقيت أنه السودان برضو موقع على اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي، هي طبعاً طلعت سنة 2003 والسودان وقع 2017. اكتشفت كمان انه في جهات يعني في السودان حكوميه وغير حكوميه مختصه بالموضوع، وحاولت اوصل لهم الرساله. وبعد ذلك زي ما انت شفت يعني اتنشر الموضوع بالمقال، وافتكر الناس يعني شافت انه ممكن يكون فيه زاويه جديده او كده. والحقيقه يعني انا بحبه يعني المقال، لكن ما كنت بتصور انه الناس برضه هتشوف انه هو عنده ممكن يكون عنده قيمة وممكن يهتموا بيها. يعني طبعا انت قدمتني على انه انا انثروبولوجيست، وانا طبعا بفتخر بالموضوع ده جدا وبحبه جدا، بحب المجال بتاعي بتاع الانثروبولوجي، رغم انه انا دخيلة على المجال، انا جيت من العلوم
قريت بيولوجي وبعدين غيرتها، مشيت العلوم الاجتماعية، وده عنده ظروف كتيرة، يعني ده حصل في سياق محدد لظروف كتيرة جدا. الآن نحن تكلمنا عن الأنثروبولوجي، ما بقدر أدخل على الموضوع بتاع المقال وعن العطر بدون ما نتكلم شوية عن الأنثروبولوجي بشكل عام وعن الأنثروبولوجي في السودان. فأنا يعني ما حضرت برزنتيشن زي ما اتفقت معاك يا أنور، لأن أنا ما بحب البرزنتيشن. بقى عندي مشكلة مع الباوربوينت، رغم أن أنا أستاذ، يعني أنا مدرسة، لكن بقيت بلاحظ أنه الناس بتركز مع البرزنتيشن أكثر ما بتركز مع الكلام، ممكن تحديدا يعني الطلبة. على أي حال، أنا هنا جهزت صور أكثر جهزت صور أكثر من كلام يعني. فهسه هتشوفوا إنه السلايدز تقريبا ما فيها كلام، لكن بالتأكيد فيها بعض الصور. يعني قبل، زي ما أنا قلت، قبل ما نتكلم عن موضوع العطر هنمشي للأنثروبولوجي. الأنثروبولوجي طبعا ده واحد من مجالات العلوم الاجتماعية، وكلنا يمكن بنسمع به، يعني الناس اللي ما عندها فكرة كبيرة عنه وبنحس انه هي حاجه فاسينيتد كده، بنكون دايرين نعرف اكثر عن الموضوع ده. طبعا هو علم ما جديد، لكن هو تغير كثير، والتغيير اللي حصل له ده بقى حديث، يعني العلم متجدد، التجدد اللي فيه هو حديث، لانه هو عنده ارث وتاريخ محدد. يعني بنحاول في مراحل تطوره بنحاول انه نخليه عكس الصورة اللي بدأ بيها. هو بدأ كأداة استعمارية، نحن بنحاول نحرره. بالعكس، هو الأنثروبولوجي حاليا يعني هو أداة لأدوات الليبريشن، للتحرير يعني، ولتحقيق العدالة والتنمية، مش أنه هو حقق. طبعا ياريت يعني يكون في انتباه شديد للكلام وللأرجومنت، لأنه نحن بنتكلم عن حياة very sensitive. نحن نتكلم هنا عن تاريخ الاستعمار، بنتكلم عن الجندر بوليتكس، فياريت ننتبه. هو طبعا نحن الناس الانثروبولوجي يعني ما بنتكلم باي بلاك اند وايت، ما عندنا رايت اند رونج في السياق طبعا بتاع كلامنا عن في الفيلد، ما في خطأ وما في غلط. نحن بنفهم، نحن بنحاول نفكك التراكيب دي ونحلل ونصل لأنه نفهم. بعد ده يحصل شنو؟ ده موضوع تاني، ودي مجالات تانية، وده سياق تاني ممكن ناس الأنثروبولوجي ذاتهم يمشوا فيه. لكن في طول ما نحن في جوة الأنثروبولوجي، نحن بنشتغل بحاجة اسمها cultural relativism، اللي هي النسبية الثقافية يمكن. وطبعا في علينا هجوم كبير جدا في الموضوع ده، لكن هو أداة من أدوات تحليلنا، وهي مهمة. يعني عشان كده لما الناس بتشوفنا بندرس العطر، بندرس الزار، بندرس ختان الإناث، بندرس تعدد الزواج البلوغمي، بيستغربوا إنه ليه نحن بندرس الحاجات دي. طبعاً نحن ما بندرسها كنوع من السياحة الفكرية فقط، يعني هي سياحة فكرية، لكن بالتأكيد زي ما أنا قلت هي بتحقق برضو فهم أكتر، وبتخلي الناس تشترك في صياغة الواقع بتاعه، وبالتالي طبعا صياغة أفضل للمستقبل. مبدئيا كده الأنثروبولوجي ده في عنده أنواع مختلفة، هو في عنده يعني سب فيلز، عنده اتجاهات مختلفة، يمكن أهمها الأركيولوجي، الطبي، اللغوي، والثقافي. أنا يعني متخصصة في الانثروبولوجي، الكالتشر انثروبولوجي. زي ما قلت هو أداة للاستعمار، وطبعا ده ميلينسكي ده بيسموه ابو الانثروبولوجي. وانا بس بحاول تسيف شويه، اقلل الضغط على الانترنت لان الانترنت عندنا ما خطير يعني. فميلينسكي هو ابو الانثروبولوجي زي ما بسموه، وزي ما انتم شايفين يعني هو طبعا من بولندا اصلا، هو بولندي الأب والأم، وبعد ده مشى للعالم الجديد ومشى درس السكان الأصليين في بابوا نيو جيني. والمهم ده ما موضوعنا ميلونسكي في اللحظة دي، خلينا نمشي للحياة اللي بتخصنا أكثر.
برضه من مؤسسين علم الانثروبولوجي، وانا متاكده طبعا انه كلكم بتعرفوه، اللي هو سير ايفن بريتشارد، ايفنز بريتشارد. وده طبعا يعني نحن مهتمين به لانه هو درس يعني عمل دراسات كثيرة جدا عن السودان، وتحديدا الازاندي والنوير، او النوير في الاول وبعدين الازاندي، لانه هو اهتم بهم كثير. وطبعا مشى وقعد مع الـ مع الـ مع القبائل دي في جنوب السودان ودرسهم، وكتب كتابات غزيرة جدا ومهمة. هي مش مهمة بس في انه نحن فهمنا الحياة المجتمعات دي، بس هي برضو مهمة لعلم الأنثروبولوجي بشكل عام، وهو يعتبر واحد من المطورين. طبعا يعني يمكن ده نخليه للأسئلة بعدين، لكن العين يعني لا تخطئ انه كان في علاقات قوة بينه وبين السكان اللي بيدرسهم، وهو الرجل الأبيض، يعني العلاقة التقليدية بتاعت الرجل الأبيض بالسكان الأصليين، ودي صورة طبعا قبيحة جدا إن هو كان يعني في ولد ماسك له العصاية بتاعته، والطفل الثاني راقد وهو خدت رجلينه عليه. والمهم دي طبعا كانت حقبة سيئة يعني في تاريخ البشرية، بالذات للشعوب يعني الجاية من المناطق اللي احنا في. برضو ما همشي في تفاصيل كثيرة لإيفن بيتشر، بس عايزة أقول إنه هو مهم، وإنه ما بصرف النظر عن الباك جراوند الاستعماريه بتاعته، بالعكس يمكن انكلودينج الهويه الاستعماريه بتاعته، هو اضاف سواء بالسلب او بالايجاب للدراسات في السودان عن او عن السودان، وتحديدا للدراسات الانثروبولوجيه. طبعا هو كان غزير برضو الانتاج، فهو كتب عده كتب، دي بعض منها. كتب عن العلاقات الكينشيب والزواج وفي النوير، كتب عن النوير بشكل مكثف الحقيقه، وكتب عن الاديان، وكتب عن المراه والرجل في الازاندي. كتبه دي عن السحر والديانات المحليه، كتب مهمه جدا، ماستر بيسز في الانثروبولوجي، ثيريز اوف بريميتيف ريليجن. وزي ما انتم شايفين حتى الاسم، يعني الاسم البريميتيف ده بيوري انه في نظره استعلائيه يعني من الشخص، من الانثروبولوجيست عموما يعني، ما هو بس، وطبعا باعتباره هو كمان بيمثل الاستعمار. هو طبعا بريتش، هو بريطاني، وكان استاذ بتاع انثروبولوجي في جامعه اوكسفورد. بعد ده على طريق الطريق الاستعماري ده ظهرت دراسات اكثر حداثه، واهتمت بموضوعات الزار وبالموضوعات بتاعت الختان وبعض العادات المحلية بين الفلاتة وبرضو النوير. تاني في دراسات حديثة يعني، حد مثلا ده يعني الكتاب ده بتاع كاشيا جرافسكي، كاشيا از فريند يعني واحدة من الصديقات، وهي برضو كانت عملت الشغل بتاعها في وسط النوير ومشهد قعدت هناك في الجنوب، والكلام ده ما بعيد يعني قبل حوالي 8 9 سنوات. فبعد ده طبعا حصل نوع من التوطين للعلم بتاع الانثروبولوجي، وجامعة الخرطوم يعني فيها قسم مهم جدا اكيد، يعني انا متأكدة انه في عدد من الناس هنا بيكونوا مروا على دكتور عبد الغفار محمد احمد، وعلى دكتور منزول جود فريند منزول العسل، وديل برضو عندهم كتاباتهم وعندهم البارتنرشيبس بتاعتهم، الشراكات والعلاقات مع جامعات، بالتحديد جامعة بيرجن في النرويج. برضو في الانثروبولوجي اوف لو، ده كاتبه دكتور محمد عبد السلام مع اخرين. وكان قبل كم سنة، ما بتذكر سنة كم تحديدا الحقيقة، كان طلع كتاب عن مرور 50 سنة على تأسيس قسم الانثروبولوجي في جامعة الخرطوم، وطلع الكتاب ده اسمه Past, Present and Future of Anthropological Studies. هقول حاجتين سريعات عن الانثروبولوجي. الانثروبولوجي هو العلم بتاع زي ما بسموه Living Population، يعني احنا بندرس المجموعات العايشة في الوقت الحالي، وده بيخلينا نختلف طبعا عن الهيستوري، عن التاريخ. الانثروبولوجي برضو مختص بدراسة الأفراد والجماعات والحضارات،
طيب الفرق بينه وبين السوسيولوجي، بين علم الاجتماع شنو؟ في فرق، الفرق يعني بسيط، هم يعني أولاد عموم أو بنات خالات. الفرق بيناتهم طفيف جدا، وهو فرق في الميثودولوجي، في مناهج البحث، في حين إنه السوسيولوجي علم الاجتماع بيعتمد بصورة أكبر على الدراسات الكمية والإحصائيات والسكانية وغيره والسيرفيز. الأنثروبولوجي بيعتمد أكثر على المعلومات الوصفية، طبعا بمنهج بحث محدد، يعني لأنه بعض الناس بيتهموا الأنثروبولوجيست إنهم بيمشوا بيحكوا حكايات، يعني أنت ماشي تتونس ساي أو ماشي تتفسح زي ما شفتوا إيفانس بريتشرز. في برضو هو طبعا اسمه أنثروبولوجي يا جماعة، ما اسمه أنثروبولوجي، نحن في السودان بنقول عليه أنثروبولوجي، فهو ما أنثروبولوجي خالص. بس دي ما مشكلة كبيرة يعني، مش موضوع. طيب مناهج التحليل بتعتمد فيه على البرسبكتيف، على وجهة النظر وعلى موقعك فيه، لأنه دايما فيه علاقات قوة. حتى لو أنت جزء من اليونيتي اللي أنت بتدرسه، برضو أنت كباحث أو باحثة بيكون عندك وضعية مختلفة، ودي حاجة أدركتها برضو النسوية، في أنه بتكلم عن حاجة اسمها ستاند بوينت، على موقعك هو بيأثر على الأوتكم بتاع البحث. طبعا زي ما قلت اتغير كتير من التاريخ الاستعماري بتاعك، اتحرر الى حد كبير من تاريخه الاستعماري، واصبح عنده اهداف مختلفه. ما فكره انك تمشي لسكان اكزوتيك في اخر الدنيا وتقعد تسجل وتراقب وتشوف حياتهم، لا، هو هسه بالانثروبولوجي بيستعمل في التنميه. انا مثلا هقول لكم مثال، يعني كنت في اثيوبيا ومشينا حته بعيده يعني مطرفه شديد، وكان الوقت ده كان الايدز، الاتش اي في ايدز كتير جدا في اثيوبيا، كان يعني بيج ايشو. فنحن لما كنا هناك مشينا كلينيك، واحده من العيادات، مركز صحي، وفي المركز الصحي ده كانت الادويه موجوده بتاعه الايدز، الناس اللي هم بياخدوها المتعايشين مع الايدز، لكن ما كان في ناس بيجوا عشان يستعملوا، يعني الأدوية كانت مكدسة وبتنتهي صلاحيتها وبيرموها. فطبعا ده كان حاجة محيرة جدا في بلد فقير زي ده، ونحن متأكدين إنه في ناس عندها إيدز، يعني لأنهم جوا العيادة ولقوا إنه نتيجتهم موجبة يعني، وإنهم مصابين. في الحالة دي الأنثروبولوجي مهم طبعا، بتفهم إنه ممكن الثقافة، ممكن إنه المرأة ما بتقدر تطلع برا الاستجمة ذاتها بتاعت إنه عندها الايدز، فهي بتكتشف انه عندها الايدز، ثاني ما بتيجي هي او هو. في بعض اقتصادي ممكن يكون ما عندهم قروش مواصلات للوصول للمركز الصحي. المهم في ابعاد ثانيه مرتبطه بالجانب الثقافي والاجتماعي، في الحاله دي الانثروبولوجي مهم فيها. ما كفايه الريسبونس، ما كفايه الاستجابه الطبيه، انه في نقص في ادويه ووفرناه، في ابعاد ثانيه لا تقل اهميه عن البعد ده. برضه في موضوع الإيبولا في غرب أفريقيا، يعني كان الأنثروبولوجي ساعد كتير، أو الباحثين يعني اللي بيشتغلوا بالأنثروبولوجي في الموضوع بتاع طقوس الدفن والغسل الميت والطقوس بتاعة الوفاة والعزاء دي، كان بال findings أو الملاحظات بتاعة الأنثروبولوجيست قدرت تخفف شوية من انتشار المرض. اللاجئين والمهاجرين، جومو كينياتا مثلا بيتكلم عن انه التعليم ممكن يتحسن كتير لو قدرنا نتعرف على الممارسات بتاعه الانديجينس، بتاعه القبائل المحليه. هنا مثلا برضو ليلى ابو اللغد، وهي طبعا انثروبولوجيست امريكيه مصريه، وهي برضو كانت درست قبائل اولاد علي في مصر هنا في سينا، و بدأ يعني طبعا من خلال ليلى ابو اللغود وليلى احمد وغيرهن ظهر الحياه اللي احنا هسه بنسميها مدرسه كامله اسمها الاسلام النسوي. وقبلها طبعا ظهر الاسلام النسويه ما بعد الاستعمار، البوست كولونياليزم، لانه يعني مثلا واحد من الامثله انه هي اكتشفت انه النساء بيلبسوا الخمار الطويل ده. وطبعا الانثروبولوجيست الغربيين اتعاملوا معاه لانه اداه قمع،
وإنه هو مفروض على النساء ديل عشان تحجم وجودهم في المجال العام. هي لقيت العكس، لقيت بالعكس هم أصلاً لو ما الخمار ده الطويل ما بتقدر تكون قاعدة في المجالس بتاعت القبيلة، لكن هي بتكون قاعدة زيها زي أي زول تاني، and at the same time بتكون مثلاً بتردع الطفل. وطبعا الحياة دي لفتت نظري لما مثلا كنت في أمريكا، لقيت إنه هسه انتشرت كتير يعني الأم اللي بترضع الطفل ومضطرة إنها ترضعه في مكان عام، فبقى في حاجات كده كلوز يعني مصممة بطرق مختلفة وغالية جدا. لكن هي نفس الفكرة بتاعت المرأة البدوية برضو، يمكن كلكم لاحظتوا بعد الحرب في أفغانستان والفكرة بتاعت انه كسروا طالبان، طبعا كسرت السينمات ومش عارف، ووضعت قيود شديدة جدا على المرأة من ضمنها البركة الطويلة يعني. بعد ما الأمريكان دخلوا أفغانستان النساء بيبقوا ما دارين يطلعوا البركة، مش عشان هي ضرورية أو مهمة بالنسبة لهم في الوقت ده، إلى حين إشعار آخر. الثقافة طبعا بتتغير، الثقافة ما في ثقافة ثابتة، ما في ثقافة ستاتيك. يعني شوف مثلا شكلي انا هسي، انا قاعده قبل 100 سنه ما كنت هتلقى منظر زي ده، وده مدعوم بحاجات كثيره، تغيير الثقافه وبالحضاره وبالتكنولوجيا بغيره، تعليم النساء وغيره. ده بالنسبه برضو الانثروبولوجي. نقطه اخيره، هو طبعا كان بيتعامل مع الكوميونيتيز نفسها، مع الناس يعني اللي بيشتغل عليهم، ودي طول مهمة جدا لأنه هي اللي بتجيب لك أصوات الناس عن طريق طبعا حكاياتهم وممارساتهم وثقافتهم. لكن كمان الأنثروبولوجي هسه بقى يشوف فوق، يعني بقى يتعامل مع الاقتصاد العالمي، بقى يتعامل مع شركات متعددة الجنسيات، وتقريبا أكاد أجزم إنه أي شركة متعددة الجنسيات هسه بقى فيها عدد من الأنثروبولوجيست شغالين فيها. هسه موضوع الكورونا هم شغالين برضو شغل كبير جدا، والعالم اتعلم انه يلجأ للبعد الثقافي في التعامل مع الأوبئة والجوائح. من هنا يمكن دي المقدمة بتاعت الأنثروبولوجي، والأنثروبولوجي في السودان دي بتوديني للموضوع بتاع انه العطر وليه وكيف. ف يعني عن حاجتين، يعني القيمة اللي أنا شايفة بيها المقال ده، هتكلم عن دور العطر بشكل I think I'm getting my connection unstable. Okay, can you hear me now؟ هي الصوت قطع كده لكن شغال كويس. طيب كويس ممتاز. فالمقال ده يعني هو كان عنده أكثر من هدف لما بديت أكتب فيه واستمريت في كتابته. أفتكر هو طبعا بشكل عام هو مهدى يعني للمرأة السودانية، وعشان كده أنا سميته امرأة من صندل. وطبعا الصندل مستعمل بكثافة يعني في الطقوس بتاعت العطر والأرياح المحلية في السودان. فهو طبعا قائم على منهج التحليل النسوي وبشكل كبير، يعني هو بيتكلم عن السودان بس، لكن انا اتكلمت عن العلاقات بين الجنسين، اتكلمت عن سياسه الجسد، واتكلمت عن دور العطر في تشكيل وصياغه العلاقه دي، العلاقه بين الرجل والمراه، وفي برضه تحديد دور الجسد، سياسه التعامل مع الجسد. فهو يعني بصرف النظر عن قيمته كواحد من أشكال التراث زي ما قلنا، هو برضو عنده أهمية، يعني هو ما مجرد أنه بس هنخطه كده ونعين له، لا هو طبعا عنده دور كبير جدا اقتصادي، وفي أسر يعني كثيرة وممكن تزيد كل ما نعي بها وندركها وننظمها، في عدد كبير من النساء يعني تحديدا ممكن يشتغلوا في الموضوع بتاع العطر، وما بنقدر ننكره لأنه كلنا يعني تربينا وتولدنا شايفين الحياة دي، واضح إنها مستمرة من سنين طويلة جدا. فدي القيمة بتاعته، في عندها قيمة اقتصادية، وفعلا بالفعل يعني احنا أكيد كلنا عارفين كسودانيين إنه في بعض النساء ومحلات يعني ومصانع صغيرة بدأت تشتغل في العطر ده لأنه رائج بالتأكيد يعني. الحياة الثانية طبعا هو لموضوعات السياحة، وطبعا هو جزء في حد ذاته
الاحتفاظ يعني بثقافتك وتمرير للأجيال اللي بعدك هو في حد ذاته لغة مشتركة بيننا كشعوب سودانية مختلفة. نحن ما عندنا شعب واحد، عندنا عدة شعوب. أنا ما عملت دراسة ممنهجة عن الموضوع ده، لكن أكاد أجزم إنه في قطاع كبير من أو في شعوب كثيرة سودانية، أكيد ما كلها لكن كثيرة جدا، بتشوف مكانة العطر بمكانته المميزة، وأنا بتكلم تحديدا عن العطر المحلي في السودان. فهو يعني هو إهداء للمرأة السودانية إنه نفتح لها مجال جديد تفهم من خلاله تجربتها من خلال زاوية. يعني إحنا تجاربنا يعني ما ممكن طبعا العطر بس هو اللي بيفهمنا تجربتنا، لكن هو واحد من المفردات الحياتية اللي إحنا عايشين معاها، وبفتكر إنه كان مدخل مناسب يعني وأحد المداخل المناسبة. طيب بالنسبة للعطر تحديدا، هو يعني للناس الأنثروبولوجي الحياة دي مهمة جدا، لأنه هو عنده هو في حد ذاته لغة، يعني ممكن يستعاض بيه عن اللغة زي ما أنا كتبت في المقال، وعشان كده اللغة اهتمت بيه جدا. يعني في اللغات اللي أنا بعرفها مهتمة جدا بموضوع العطر، وعندها مفردات كثيرة جدا ليهم. السودانيين كمان، لأنه نحن يعني ناس بنستغرق شديد، فكمان أفردنا يعني عدد كبير جدا من القصائد والأغاني لموضوع الشعر. وأنا صراحة عجبني بيت الشعر بتاع خليل فرح لما قال الشعر مخمر ينضح كل نيد عردب المجمر زي بدر التمام. يا أنور، أنت بتعرف البيت ده معناه شنو؟ أنور أنت سامعني؟ خلاص أنور يمكن يكون ما معنا. طيب إذا كل الناس سامع، في زول تاني طيب سامعني؟ السلام عليكم يا دكتورة. واصلي واصلي سامعني. شكرا جزيلا، كتر خيرك طمنتني. لأن الواحد بيخاف يكون بيتكلم مع روحه. شكرا جزيلا. طيب أنا هواصل. كان بس بيت الشعر ده أنا ذكرته، كتبه شاعر خليل فرح، وكان بيقول أنا طبعا برضو المقال ده همني فيه شديد الكتاب اللي كان كتبه دكتور حيدر إبراهيم علي عن أنثروبولوجيا شعرنا ده يعني في السودان، وفيه حاجات يعني كتاب بصراحة ملهم وجميل جدا. فهنا بيقول الشعر مخمر من الخمرة، يعني ينضح كل نيد، الند من الند اللي هو البخور، عردب المجمر، المجمر الذهب، والذهب زمان كانوا بيجلوه بالعراديب، وزي بدر التمام دي حاجة معروفة. ففي رمزية كبيرة حوالين الشعر إنه مرتبط بالمناسبات السعيدة وبالبهجة وبالجمال وبالراحة النفسية، ويمكن بالأناقة وبالنظافة الشخصية وغيره. لكن هو كمان عنده محمولات تانية، وهو بيحدد شكل الهوية. الهوية ما بتاعت الإنسان بس، برضو بتاعت المكان، زي ما كتبت في المقال محمود درويش قال إنه أي مدينة لا رائحة لا يعول عليها. كمان بالنسبة للإنسان، نوع العطر بتاعه بيدي دلالات، زي ما طريقة لبسه مثلا، طريقة تسريحة شعره، ممكن يدي بعض الإشارات عن إنه هو جاي من وين، الإثنية بتاعته، المكانة الاجتماعية. أنا ما بقول دي حاجة صح أو غلط، لكن بقول إنه ده اللي بيحصل. يعني دي محاولة للفهم، يعني ما محاولة إنه نقرر إيه الصح وإيه الغلط. ففي الحالة دي بتبرز أهمية الرائحة وأهمية الأنف. وفي يعني لدرجة إنه بعض الأنثروبولوجيست مشوا لحاجة اسمها بيسموها بصمة الأنف يعني. وإذا كانت يعني الأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا يمكن الأنف كمان تعشق قبل الأذن وقبل العين، بحيث إنه الإنسان بيقدر يميز بين عدد كبير جدا من الروائح المختلفة،
وبحيث انه في التاريخ القديم زي ما قريته في المقال انه كان بيقال يعني انه المرأة يعني تعرف اذا كانت هي منخرطة في علاقات او لا من رائحة انفها وشكل الانف، وانه الرجل يعني سلوك غير مقبول في زمن الاغريق يعني اليونان بتقطع انفه وهكذا يعني. فده كله بيمنح العطر مكانة فريدة. بالنسبة لصناعة العطر في السودان، هي صناعة طبعا متعددة وبيدخل فيها مكونات كثيرة جدا. هنا طبعا ده يعني أنا برضو شفت المتحف القومي في الخرطوم وشفت بعض، بس ما كان في معلومات للأسف، يعني بتكون الحاجات قاعدة ما في معلومات كفاية حولها، لكن أنا شفت ما يشبه يعني زجاجات العطر هناك، ودي طلعتها لقيتها يعني في من ايام هنا الفراعنه. واضح انه الوصيفه او العامله دي برضو من ضمن الزينه اللي بتزينها للسيدات النوبلز، يعني هي برضو بتعمل لهم موضوع العطر. والعطر طبعا موجود تاريخيا زي ما انا قلت، حتشبسوتها زي ما بقول التاريخي اول استعملت العطر خارج سياق المعابد واستعملته بشكل شخصي يعني في للجسد وغيره. فهي ثقافة قديمة. كمان نحن يمكن من فخر الصناعات عندنا بيت السودان، مش كده؟ بيرة شنو؟ أبو جمل ولا جمل؟ وبيت السودان وبسكويت كمبال، ده فخر الصناعة اللي عندنا في السودان. نحن بيت السودان دي أفتكر كانت بتستعمل برضو في الطقوس بتاعت غسل الميت، رغم إنه دي فيها بعض المفارقة لأنه العطر بيرمز للمناسبات السعيدة، لكن ويمكن نوع من الاحتفال يعني بالمتوفي نفسه. العطور الباريسية دخلت برضو في بتدخل في صناعات العطور المحلية السودانية، طبعا في صور دباغي، في كمان الفلير دامو اللي هو طبعا نحن في السودان بنقول عليه الفلير دمور، ومن المفارقة ان انا فتشت فليغ دموغ ما لقيت ده خالص، ما لقيت الشكل التقليدي اللي انتم بتعرفوه. هسه ما عندي هنا الجزاز الطويل الفتيل الطويل ده المربع اللونه ازرق، في عليه من برا يعني تاج لونه ازرق، لو الا تكتب فليغ دموغ حتى انت تلقاه بالعربي. ف دقيقه يس بتاع مين؟ Do I have it? دكتورة الصوت واقف من عندك ميوتد. أنا وقفته لأنه كان في زول بيتكلم معي هنا في البيت، معلش. لكن أنا خلاص رجعت تاني. فطيب أنا بس حاولت يعني أستعرض إنه أهمية العطر في بشكل عام وفي الثقافة السودانية بشكل خاص، وكمان يعني بحب أشير إنه من برضو من وظائف العطر إنه هو وسيلة دفاعية يعني، ودي اتلقت في وسط يمكن الحيوانات وغيره. لكن مع اختلاف السياق أنا يعني دايرة أقول إنه ربما هو برضو كان نوع من الحماية للمرأة السودانية من ناحية استمراره رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة يعني، ويمكن كان يكون وسيلة مقاومة باعتبار إنه ما في زول السلطات ما بتقدر يعني تقبض لها امرأة عشان هي عاملة عطر، مش كده؟ لكن وده الحالة اللاملموسة دي اللامادية دي هنا يمكن تكون بتلعب دور. العطر برضو بيخلق للنساء مساحة بتخصهم، وأعتقد دي يعني واحدة من العوامل الامباورينج يعني في وظائف العطر. لكن في نفس الوقت برضو هو بيفرض عليها أشكال محددة وبيساهم بصورة كبيرة جداً كأداة للسياسة سياسة البطريرك إنها تعمل كنترول على الجسد، على جسد المرأة. وفي سلطة الرجل في الحالة دي الجسد بيستعمل كأداة عشان يراقب عن طريقة
سلوك المرأة. فما بين يعني ما بين الاحتفاء وما بين بالعطور السودانية ودورها في حياة المرأة السودانية، وما بين إدراك أنها أحيانا بتستعمل لتنميط المرأة ولوضع حصرها في أدوار محددة اللي هي الأدوار الإنجابية تحديدا، بيبقى السؤال هل هو وسيلة مقاومة أم وسيلة قمع؟ النظرة الأيروسية دي للعطر في السودان اللي بالمناسبة ما ليست حكرة على الثقافة السودانية. أنا ذكرت المثال بتاع اللي أنتم شايفينه هسي ده بتاع الرواية اللي كتبها زوسكند في سنة تفتكر 85، كتب عن قصة العطر، قصة قاتل العطر، قصة قاتل، وأنتوا قريتوا القصة في المقال يعني. فدي برضو بتعكس إنه النظرة الأيروسية دي هي ما حكرة على الثقافة السودانية، موجودة في ثقافات تانية، لكن إحنا هنا مهتمين تحديدا بالثقافة السودانية. برضو هي داخل السنة زي ما دايما بننظر، يمكن السودان مذكر صح كاسم يعني، لكن خلي الفرح اختار علينا عزة، طلع علينا عزة وبقينا نرمز بالسودان بعزة. فبرضو خلي الفرح ما بينسى يغازل المرأة دي اللي هي السودان، بترمز للسودان، وما بينسى انه يذكره بموضوع العطر لما قال لها انت يا الكبرتوك البنات فاتوك في القطار الفات، باعتبار انه انت يا امرأة طبعا صغيرة في الحالة دي، والكبرتوك يعني عملت كل الملتزمات بتاعت الريحة والعطور والطقوس المرتبطة بالأرياح، يلا بعد ده انهضي عشان تحصلي النهضة. طبعا ده كان بعد الاستقلال، تحصلي الناس اللي حولك. فهنا هو في احتفاء طبعا زي ما قال يعني خلي الفرح مستحيل يعني ما أظن في وعيه ما بكون بي بي بيطمح لأنه هو يدنس الجسد اللي هو اسمه عز في الحالة دي الكبرتون. لكن في نفس الوقت النظرة بتاعت إنه الأرياح للمرأة المتزوجة بس والما متزوجة ما صح إنها تستعملها، والمرأة لو طلعت عاملة ريحة وكل المحمولات دي، أعتقد دي حاجة محتاجة للفحص وللتمحيص، وأعتقد إنها محتاجة يعني أنا أفتكر إنه العطر مهم وبأشكاله بصناعته بثقافته بأهميته بمركزيته للثقافة السودانية. طبعا انا ما بشمل كل الثقافات السودانيه، لكن يعني على الاقل يعني في الموروث اللي احنا بنعرفه، اعتقد انه هي محتاجه تتحرر من النظرات السالبه اللي ممكن تربط المراه بها، وتحديدا يعني فيما يختص بسياسه الجسد وبالدور الانجابي اللي بيحاول المجتمع الذكوري يفرضه على المراه. انا هكون افتكر انه كده انا خلصت الجزء اللي كنت ناويه اتكلم عنه، لكن ده يمكن يدينا فرصة أوسع للنقاش. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة أميرة على العرض الوافي جميل حول أنثروبولوجيا العطر في السودان. المقال بتاعك يتطرق لحتات يعني كثيرة، لكن بس ما خصص يعني في الشعوب السودانية. انت بتقول الشعوب السودانية والشيء الشائع هو القبائل السودانية، ما خصص لقبائل محددة. يعني مثلا ما عرفنا المنشأ بتاع العطور العرس اللي بتتعمل في السودان دي، الايفوليوشن بتاع التطور بتاعها كيف الى اخره. هل في اي حاجة عن حول الموضوع ده؟ والله طبعا بعد ما انا ما عارفه انتم شايفين السكرين بتاعتي ولا اختفت؟ شايفين السكرين، شايفين الطبق. اوكي طيب انا دايره في الطبق ده ودايره، بس الغريبه بيقول لي ستوب شير. طيب بالنسبه لل ما بقدر اجزم انا يعني، انت لو لاحظت في المقال انا طرحت عدد كبير من الاسئله، وانا يعني قلت دي ممكن تكون فاتحه بتاعت يعني سكه بحثيه تودينا الموضوعات مختلفة، فأنا ما بقدر أجزم. لكن بعد ما الموضوع اتنشر في زي ما أنت قلت في أول اللايف، بعد ما انتشر في أكثر من موقع والناس قرته، بقت تيجي تعليقات كثيرة جدا إنه أيوة والله في دارفور في كده، والله في كده، أي وكمان في غرب أفريقيا في كده، وكمان الموريتانيين بيعملوا كده والصوماليين بيعملوا كده. ودي حاجة يعني
أنا كأميرة ما بعرف طبعا عنها كثير، أنا ما بعرف غير الحياة اللي أنا بعرفها. أنا ذاتي أصلا تقدر تعتبرني أوتسايدر، أنا ما تربيت ولا عشت في السودان يعني. لكن طبعا هو عايشين في الفيرتشوال هوم، في الوطن الافتراضي ده يعني، بمفردات كثيرة بقدر الإمكان. لكن الحياة دي كانت بالنسبة لي جميلة ومبهرة، وبدأت توري إنه يمكن تكون موجودة في عدد كبير من الشعوب السودانية، سواء كانوا أصلاً دي كانت جزء من عاداتهم أو اكتسبوها. إحنا عندنا طبعاً إحنا بلد فيه أعداد كبيرة من النازحين في وقت محدد. السودان كان رقم واحد في أعداد النازحين داخلياً قبل انفصال الجنوب، قبل استقلال الجنوب. وهسي عندنا عدد كبير من غرب السودان طبعاً برضو موجود نازحين، وهم بيحتكوا بثقافة الوسط، وأعتقد إنه بعضهم بيكتسب يعني بعض العادات، للأسف حتى العادات الضارة. يعني كنت اشتغلت قبل كده عن موضوع الختان في السودان، ولقيت إنه بعض السكان يعني من جنوب السودان ومن جنوب كردفان ومن دارفور بدوا هم نفسهم يتبنوا العادة بتاعت ختان الإناث. لكن الدايرة أقوله إنه بعد ما تتعمل دراسة يعني، غير الريفليكشنز بتاعتي، غير التأملات دي في المقال، لما تتعمل دراسة يعني علمية، ولو لقينا فعلا إنه العطر ده قاسم مشترك يعني في عدد كبير فعلا من ثقافة الشعوب السودانية، أعتقد إنه دي حاجة ذاتها ممكن تنفع كنوع من الدبلوماسية الناعمة يعني، اللي هي بتخلق يعني تعاون، خليك من انه كلنا نحتفي او، لكن في حد اذا هنفكر بصوره يعني براغماتيك زي ما بيقول البرايم مينستر، دي ممكن تخلق نوع من التعاون يعني، الماده الخام هنا، الصناعه هنا، التبادل التجاري الاقتصادي، السياحه، دي ممكن تعمل حركه يعني مهمه جدا. لكن ما بقدر اجاوب سؤالك انه في الشعوب، انا عارفه انها في ثقافه الوسط، فكر كلنا عارفين انها موجوده، غير كده ما بقدر يعني أدي إجابات. وبرضه وسط الجاليات برا السودانية، وسط المهاجرين يعني، هنا مثلا في مصر السودانيين ما بيستغنوا عن الطقس بتاع الأرياح بالذات في المناسبات يعني. وحتى يعني ما عارفة برضه، أنا كتبت المقال ده في أمريكا، وكنت قاعدة مع أسرة إنسانة يعني سيدة عظيمة جدا، هي اللي كانت بتعمل الأرياح في البيت يعني، وهي اللي ورتني أصلا خمرة المسك اللي بتعمل كيف بالمناسبة. فبس يعني ده أفتكر إنه نحن محتاجين فعلا لدراسة يعني عشان نقدر نجاوب الأسئلة دي. تمام. طيب انا كان ارسلت لك عدد من الاسئله وقلت انه العطر في السودان مرتبط بالنساء عامه، هم اللي بيهتموا بيه وهم اللي بيتحاولوا يتاكدوا من الجوده بتاعته. يعني الناس لو مشيت سوق ام درمان ولا اي سوق تقدر تشتري لك عطر ولا كده، النساء لو عملت شنو بتقدر تغشهم في العطر الاصلي من الماء اصلي، اذا كان في الدمور، المهم المدخلات بتاعت الانتاج بتاع العطر نفسه، وبيحرصوا جدا انه يكون جودته عاليه وكده. طيب ليه ما في عطر للراجل السوداني؟ ده سؤالي، اذا كان منشأ العطر نفسه في السودان، يعني التركيبه بتاعته والحرفنه اللي بيعملوها دي، ليه بيطلع عطر للنساء ما بيطلع للرجال؟ هل هو ديفنس ميكانيزم مثلا زي ما انت تفضلت انه العطر ممكن يستخدم كده، ممكن يكون وسيله بتاعت مقاومه لقانون نظام عام ولا غيره؟ والله طبعا يعني اي يعني كل الاجابات متاحه يعني، انه هم طيب النساء ديل انخرطوا في طقوس بتخصهم، اعتقد لانه هي مرتبطه بالمجال الخاص اللي كانت المراه محصوره فيه يعني وقاعده فيه. وان كان برضو ده سؤال يعني شويه بيحتاج تامل، لانه حتى المجال الخاص ده بيخدم الرجل في المقام الاول يعني، احنا عارفين في الأسر التقليدية يمكن الصورة دي تغيرت، لكن احنا فاهمين ان الراجل بياكل الأول والولد بياكل أول، والولد بيتصرف عليه أكتر، والولد لو عيب بيشيلوه ويدوه الدكتور. فحتى المجال الخاص ده، المساحة الخاصة البرايفت سفير، هو برضو في إطار التركيبة بتاعت السياسة الباترياركية هو معمول لخدمة الرجل. فده يعني يمكن اعتقد انه هو مرتبط بزينه المراه يعني كنوع من الاكسسوارات يعني
بدعتها طريقة اليد، الذهب، الحنة، ومعاها برضو البخور. لكن يعني وبرضو فكرة أجين، يعني إنه المرأة هي قاعدة في البيت، وطبعا أكيد هي عندها علاقة طبعا بالعلاقة بين الرجل والمرأة، يعني إنه هي بتقدم يعني أكثر حاجة عندها. وأنا أفتكر إنه برضو في الحالة دي ممكن تكون كانت بتستعملها كأداة بتاعت يعني سيطرة يعني في بشكل ما. لكن انتوا عملوا أرياح كريشنا. كويس والله. ليه طبعا لا؟ اي ممكن، طبعا ممكن، لكن في حاجات يعني بصراحه بعض مرات بتكون محيره، زي انه مثلا اكثر ناس طباخين هم الرجال ما النساء، مش كده؟ واكثر ناس في التجميل في الكوافيرات بيكون الرجال ما نساء، الحاجه دي ملاحظه مش كده؟ أنا ملاحظاها طبعا، وهي الحقيقة يعني موضوع الطبيخ ده اتكلم عنه انجلز طبعا، فريدريك انجلز قال إنه المرأة بتطبخ وبتنظف في البيت وأي حاجة بدون أجر، صح؟ نعم لكن لما الراجل يطلع يطبخ بره بياخد أجر، فهو نوع من استغلالنا برضه للأسف الشديد. صحيح صحيح وهم يمكن يكونوا مجودين فيها باعتبار إنه هي مهنة، يعني ما وعندها جمهور، يعني فيها عرض وفيها طلب وانت لازم تنافس يعني في السوق. بالنسبة للموضوع بتاع الأزياء، وليه فعلا معظم مصممين الأزياء والتجميل هم رجال، دي برضو في يعني النسوية اتكلمت في الموضوع ده كتير. والحقيقة يعني واحد من التحليلات النسوية مشت لأنه هو برضو نوع على السيطرة، من السيطرة على النساء بخلق صورة محددة لازم المرأة تكون قاعدة فيها. وحتى يعني بعض اللي أنا كنت كتبت حاجة عن الموضوع ده، إنه السيطرة بعامل الزمن، التايم واللايت والضوء، إنه النساء تحت الأضواء اللي بتشوفوهم في العروض وفي التلفزيون وفي دعايات الغلافات بتاعت المجلات دي المرأة الأيديل يعني. وحتى الراجل بيمشي البيت يقول لي شوف عليك الله الممثلات دي اللي انت قاعده ليه، زي الكلام اللي احنا بنسمعه، لانه هو حصل له. وهي ذاتها مستلبه، هي شايفه انه ده كله مسموح منها، وهي بالتالي ما بتستحق غير تحمد ربنا على الحته اللي فيها. وبرضه فهي الصوره دي المفروضه، وكمان الصوره بتاعت انه المراه لازم تكون طوال صغيره وسمحه وما تعرف شنو، دي صورة بيفرضوها ناس. يعني يمكن مؤخرا بس في السنين الأخيرة بدينا نشوف عروض أزياء لمجموعات تانية مختلفة غير النحيفة الطويلة، الكات ووك والكلام ده. بدينا نشوف بعض الأشخاص اللي عندهم يعني ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، اللي عندهم يعني وزنهم أكبر شوية، ما الصورة ديك البيتيت يعني بتاعت المرأة البيتيت. وبقينا نشوف عروض أزياء بتاعت رجال، مش كده؟ برضو دي حاجة جديدة يعني، ودي يفتكر فيها نوع من التطرق للقصة بتاعت العدالة الجندرية دي، المساواة يعني. وهي ما مساواة وبس، لكن هي اقتحام الجنسين لكل المجالات يعني باعتبار، أو معظمها يعني على الأقل. وهي تحييد للهوية الحادة دي بتاعت إنه دي امرأة وده رجل، يعني في حياة ما بتستحق يعني. في حاجات أيوة صح، في يعني مثلا انا ما اقدر اقولها يعني، لكن البيولوجي غير الجندر يعني. الجندر كلنا عارفين انه هو سوشيال كونستراكت، مش كده؟ ونحن اللي بنعمله، نحن اللي بنصنعه، وعشان كده بيتغير يعني دور المرأة الليلة ما زي 100 سنة فاتت، لأنه نحن عملنا كده، نحن نقحناه ولسه دايرين ننقحه أكثر. فيعني يعني باك لسؤالك، رغم انه انا سرحت شويه، ليه الرجال هم اكثر ناس بيشتغلوا في الازياء وفي مجال الموضه والفاشن ويعني والعمل اللي هو مفروض عمل منزلي لكن مدفوع الاجر. بنفتكر انه هي جزء برضو من الادوار الجندريه اللي قسمها المجتمع الباتريركي. تمام. طيب يا اخوانا، لو في واحد في الزوم هنا داير يسال، ممكن يستخدم الخاصيه بتاعت رفع اليد في البارتيسيبنتس، بتلقى في ريز هاند، فممكن تستخدمها. انا محمد شايفه في صفوت. سؤال هنا من محمد، ايوه اتفضل يا محمد نور، اتفضل. نعم محمد صفوت عنده سؤال، بيقول لك السلام عليكم يا دكتوره،
هل في أبحاث كمية ونوعية عن علاقة الأنثروبولوجي السوداني وصناعة الثروات المملوكة للثقافات المتنوعة في السودان؟ أنا ما متأكدة يا محمد إذا فهمت سؤالك، لكن لو أنت موجود ممكن تعمل مداخلة. ممكن محمد صفوت ممكن تعمل ام ميوت لنفسك وتسأل السؤال بشرحه يعني. انا ما عرفتي طبعا، لكن اتفضل محمد السلام صفوت. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، عرف نفسك برضه. شكرا دكتورة محمد على نور، سؤالك، تفضل. ازيك دكتورة؟ يا الله مرحبا، يسعدك. شكرا على السؤال. يديك العافية. طيب، الفكرة من السؤال دي يعني كانت شنو؟ الوضع الحالي الموجود في السودان، تمام؟ يعني الناحية الاقتصادية فيه، وأنا لاحظت أنه تنوعات ثقافية معينة في السودان، في بقعة السودان عندها ثروات معينة، حاجات يعني ناتشرال موجودة عندهم، أو حتى موروث ثقافي زي السياحة والحياة الزي، تمام؟ أيوة. يعني إحنا كلنا متجهين اتجاه أنه يا أخي إحنا لازم نزرع، أو مثلا لازم ننقب عن البترول أو ننقب عن الذهب، أو الحاجة دي محددة السودان كله والراية. أنت وضحت تماما الأنثروبولوجيا هي شنو، وفي تداخلات صراحة بينه وبين التاريخ كبيرة جدا جدا، تمام. فالفكرة في الحتة دي يعني كنت بسأل أنه يعني ليه في بعض المجتمعات في السودان عندها ويلث، تمام، وفي بعض السودان في بعض المجتمعات في السودان ما عندها ويلث للدرجه الكفايه. الحاجه دي هل ممكن يحصل لها يعني باك اناليسيس من ناحيه بتاعت انثروبولوجيا؟ فور اكزامبل يعني مثلا وضع المراه كان في مجتمع معين شكله عامل كيف، والحاجه دي جابت المدخلات وين. انا لاحظتك بين انك تكلمت عن انه لما نكون عارفين العادات والتقاليد بنسهل التعليم للناس. في المثال اللي ضربتيه في الكلينيكا اللي هي موجوده في اثيوبيا بتاعت الايدز دي وكده، انه اذا الناس درست وعرفت يا اخي الثقافه شكلها عامل كيف والمخاوف بتاعت الناس شكلها عامل كيف، بتقدر تعمل بيتر ايديوكيشن. فالبيتر ايديوكيشن بيؤدي الى اقتصاد احسن. الان الشيء يعني زي ما بيقولوا موضوع الساعة وموضوع السنة أو السنتين هو الاقتصاد. فأنا كنت عايز أشوف إذا في أي مرجعية انثروبولوجية لأنه يعني التنوعات الثقافية في السودان دي كيف الثروات اتبنت عندها. عارف إذا يعني قدرت أوضح لك السؤال ولا لا، لأنه اتفاجأت بأنه لازم أخش وأسأل. ما محضر يعني. سؤال واضح. أنا الحقيقة ما عندي إجابة محددة. يعني هو طبعا الأنثروبولوجي يعني مختلف عن التاريخ، لكن ده سؤال الناس كتار بيسألوه. يعني بيسألوا الفرق شنو بين الأنثروبولوجي والتاريخ، طيب الفرق شنو بين الأنثروبولوجي والسوسيولوجي علم الاجتماع. في طبعا في تداخل بيناتهم يعني كلهم، وحتى في الاقتصاد والسياسة دي كلها. حتى نحن يعني أنور عارف الكلام ده وكلكم عارفين كباحثين إنه نحن متجهين للموضوع بتاع اسمه شنو الانترديسيبلينري، صح؟ إنه بنشوف كل السياقات المجالات يعني التخصصية مع بعض، ما بينفع سكة واحدة بتاع التخصص لفهم ظاهرة محددة، لكن طبعا الفوكس يعني بيختلف حسب تدريبك وحسب أولوياتك. فأنا يعني السؤال بتاعك يا أستاذ محمد، أنا ما عندي له إجابة محددة، غير إنه يعني التاريخ مثلا هو بتدرس التاريخ، يعني بتدرس الحياة اللي حصلت في الماضي، لكن الأنثروبولوجي بتحب بتدرس الحياة اللي في الحاضر، بتدرس المجتمعات العايشة الحية الموجودة في الوقت الحالي. يمكن ده الفرق الممكن أقوله يعني بيناتهم. في حاجة كان يا دكتورة قريت انا، ده كان عن 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 ثراء البيض مقابل فقر السود في امريكا، وكان مرتبطه بالقانون اللي بيسمح للبيض انه يمتلكوا الارض، ودي حاجه ريجرسلي يعني في المدى الطويل سعره بيزيد ما بيقل، وبالتالي انت بتورث ابنائك واحفادهم وكده، بتورثهم ثروه بتكون اكبر بكثير جدا من الوقت اللي انت اشتريت بيه، وقت الترانزاكشن، وقت ما اشتريت الارض اسي.
بالتالي بيكون عندهم فرصه بتاع التعليم، بيكون عندهم فرصه بتاع التجاره افضل. فاعتقد انه ممكن تفسر بطريقه ما انه والله في مجموعات في السودان بتكون مثلا ما تاثرت بالحروب وكانت مستقره وموجوده وعندها ارض، وبالتالي الناس ديل والله القابليه بتاعتهم لانه يكونوا اثرياء مقابل الناس الثانيين المتحركين ولا متعرضين للحروب ولا كده بتكون اقل، وبالتالي ديل بيكون عندهم يعني نمط بتاع استهلاك مختلف بما فيه العطور وغيره وانتاجه وغيره وغيره. رايك شنو؟ يعني من ناحيه طبعا الثروه، ثروات للتراكم الثروات بين الشعوب، طبعا ده تحليل اعتقد انه ايوه يعني معقول. يعني ليه ثقافه، ليه الوسط، ليه الخرطوم مثلا اغنى من الولايات يعني. لكن انا افتكر استاذ محمد كان بيتكلم تحديدا عن الثقافات، يعني الثروات المرتبطه بالثقافات، عشان كده انا طلبت منه توضيح شويه للسؤال. يعني إذا ما حددنا نحن قصدين شنو بالتراث أو بالثقافة ما بنقدر نصل للحتة دي. يعني حتى أنا تكلمت في أول اللايف عن الاتفاقية بتاعت اليونسكو اللي هو السودان موقع عليها، من ضمن الالتزامات المفروض يقوم بها السودان بما أنه وقع على الاتفاقية دي إنه تقوم الجهات المختصة بإعداد قوائم للتراث سواء المادي او غير المادي، لكن انا يعني مهتمه اكثر بالتراث اللامادي. فبإعداد قوائم انه ايه هو تراث وايه هو ما تراث، وما عارفه نحن واصلين لحد وين في السودان. اذا ما تم الحصر ده يعني اتخليه بيكون صعب شويه نفهم الحياه الثانيه، رغم انه علم الانثروبولوجي قديم في السودان زي ما انا اتكلمت في الاول عن فيتشر، زي ما شفنا الصور بتاعته، وحتى في علماء يعني علماء انثروبولوجي وطنيين يعني ومهمين، يعني مهمين وطنيا وعالميا، لكن في ردة للعلوم بشكل عام في السودان، يعني بالذات من جوه السودان. جامعة الخرطوم كمثال والدوريات العلمية اللي كانت بتطلعها وده كله بقى ما فيش. فنحن معرفتنا اللي هي كانت يا دوب بدت اتقطعت بعد ده، مش كده؟ ويمكن ما بنشوف أهمية الموضوع الأنثروبولوجي ده، رغم أنه أنا أفتكر أنه نحن في السودان يعني بكل القضايا اللي بنعاني منها بتاعت الثقافات والهوية السودانية وغيره، نحن في أحوج ما يكون أنه يكون عندنا معلومات قايمة على البحث الأنثروبولوجي. يعني نحن مثلا بنتكلم عن أنه الهوية السودانية، ما أنت ما بتقدر تفترض هوية لناس من غير ما يعرفوا بعض. نحن ما بنعرف بعض يعني سودانيين في، أنا ما بعرف يعني بالكاد يعني بنعرف، خليك مني أنا، حتى الناس اللي عاشت في السودان والناس اللي ما بنعرف بعض مفرقين لأسباب مختلفة. وأنا أفتكر إنه الأدوات اللي بيقدمها علم الأنثروبولوجي هي يعني مهمة جدا في إنه نقدر نفهم بعض. هو ذاته يعني فيتشر ده لما مشى والدول الإنجليز ودته الإمبراطورية بتاعته دي عشان يقوم يفسر ليها لين وير ديل، يعني رغم أنه ما عندهم زعامة بالشكل المفهوم، كيف يعني الستركشر بتاع الكوميونيتي بتاعهم ده قائم بتاع القبيلة. فهو مشى تحديدا في الأول عشان يفهم الشكل بتاع القيادة والحكم في قبائل النوير، وطلع منها الحتة الثانية. والدراسات اللي عملها طبعا كانت enlightening، يعني لحد يوم الليلة ما كنا هنعرف حياة عن النوير بالصورة المنهجية الخطة زولد رغم عنصريته. فأنا بفتكر أنه فيها أهمية يعني، ودي بتجاوب لنا أسئلة كثيرة زي الأسئلة اللي أنا خطيتها. الموضوع العطر، هل هو فعلا ثقافة مشتركة، هي قاسم مشترك بينك شعوب؟ وبرضو السؤال بتاعك اللي انت خطيته، ليه بعض الشعوب بقي عندها ثروات مملوكة لثقافات وشعوب تانية في ولا ما في، يمكن يكون عندها ونحن ما عارفينها، او نحن بلغتنا ما بنسميها ثقافة مثلا. فأنا أفتكر السودان محتاج يعني عدد كبير جدا من الدراسات. السودان مرتبط طبعا بأجندة المانح، وبنعمل الحاجة اللي بتجي عليها القروش، يقول لك ختان إناث، الناس كلها بتجري على ختان الإناث، يقول لك رغم على أهميته طبعا مهم جدا يعني،
لكن كمان هو اللي بيصيغ الأجندة البحثية، سواء كان مجتمع دولي أو كان مانح، بيصيغ لك الأجندة البحثية، وده بيخليك يعني تخفي الطرف عن احتياجاتك أنت الداخلية المعرفية وغيره. تمام. طيب، كان في تعليقات برضو اللي جات في البوست اللي نزلناه في الباحثين السودانيين. سؤال من وئام فضل سألت إنه يعني أثر العامل الاقتصادي في التمسك بشيلة الريحة رغم كل الظروف الاقتصادية ورغم التغيير الاجتماعي، وليه ما بيتم لبدائل أرخص؟ يعني بمعنى تاني، لو جبت للعروسة ريحة من أفضل العطور الباريسية بيعتبروها إهانة، يعني افترض تجيب ريحة محددة في الشيلة وكده، فكيف ممكن يحصل تغيير في المفاهيم دي؟ طبعا العطر بريء من الموضوع ده، انتوا اللي شلتوا العطر وخدتوه في الحته دي، هو مسكين يعني، هو قاعد زي المويه والشاي والقهوه، انتوا اللي اديتوه الدور ده وبديتوا هسي كمان، يعني انتوا يعني وانا يعني كلنا بدينا كمان نتهمه انه هو بيصعب الزواج مثلا او بيغلي تكلفه الزواج. انا بتدي عادات يعني برضو مرتبطه بالثقافه يعني السائده يعني ايا كانت، وهي الفكرة برضو بصراحة يعني هي مرتبطة بفكرة تسليع المرأة، يعني إن كل ما تدفع فيها أكثر هي أغلى، وأنت كل ما يكون عندك أكثر بتمشي تشتري واحدة أحسن أجمل وبأسرة ومش عارف إيه والكلام ده، فهي نوع من التنميط. وأنا أفتكر إنه التغيير الحاصل هو مفروض يتطرق لموضوعات زي دي، ليه أصلا في شيلة بتاعت ريحة لو أنتم ما قادرين عليها، وليه تتفرض على كل الناس لو انتوا دايرين نعملوها زي ما ناس بيمشوا يقضوا شهر العسل في بيتهم وفي ناس بيسافروا، يعني دي المفروض تكون خيار شخصي ومرتبط انه انا خياري شنو، لكن ما تتفرض عليه زي الحين اللي بيفرضوها على النساء السودانيات مثلا، ما محننا وما بشتنا وما... ده كلام فارغ يعني، طول ما انت فرضته بيفقد القيمة الجماعية، مش بيفقد يعني بتخد القيمة الجمالية بتاعته في محك، وعشان كده زي ما نحن شايفين هسي عدد كبير جدا من النسويات ما يعني بيزهجوا من موضوع الحنة وبتكلموا عنه بصورة سالبة لأنه أنت فرضه عليهم، فالفكرة هي يعني باك لسؤالك إنه سؤال وئام تحديدا يعني انه ليه غاليه دي، يعني نحن عندنا منهج في الجندر ستاديز اسمه اندوينج جندر، نحن اللي عملنا كده، نحن ممكن ما نعمل كده، دي مفاهيم مكتسبه وبما انها مكتسبه بتتغير. 100 سنه فاتوا تعليم المراه كان عيب، والبنت اللي بتطلع تتعلم بتتعلم قله الادب وبتعرف الرجال برا وبتكتب، يعني جدي قال كده، قال البنت اللي بتتعلم بتكتب جواب لصاحبه، فهسي ما في كلام زي ده، هسي العيب انك ما تودي بنتك المدرسه، العكس، فدي مفاهيم اتغيرت، ورغم انه انا شايفه ان موضوع المدرسه اصعب كمان من العطر لانه ده فيه مرقه طلعت مختفيه عن نظرك ساعات طويله في اليوم واكتسبت علم بيخليها فعلا جاهد ادب، جاهد ادب يعني واعيه متمرده. موضوع العطر ده وفي ناس كتير خلوه يعني ما اظن انه، بس طبعا ما بالبساطه دي يعني، وأهم سؤال مهم جدا لانه في اسر بتفتكر انه دي نهايه الحياه وبدايتها، فهي افتكر مرتبطه وهتتغير، ما هي المراه هي الفكره ما حوار وبس، الفكره تغيير ادوار، يعني في نساء في عدد كبير من الاسر، انا ما عارفه الاحصائيات في السودان لكن مثلا مصر هنا في اكثر من 38% من الاسر المصريه بتعول نساء، فانت ممكن تكون العائل وتجي تفرض عليا انه انا يكون عندي او تجيب لي ريحه، ما هتقدر اصلا انت شغال انا شغاله، فالحاجات بتتغير بالوقت يعني، وده سؤال يعني مطروح طبعا للمجتمع بشكل عام، وهو ما مفروض يكون واحد من مشاغل النسويات بس، هو سؤال للمجتمع كله، سؤال مجتمعي يعني، ومن ضمنهم النسويات افتكر انه المفروض يكون على اجندتنا يعني الاشكال الثقافيه اللي بترمز لتسليع المراه دي نتعامل معاها كيف. نعم. طيب الان
شنو الخطوات المطلوبه على اساس انه فعلا يدرج العطور السودانيه في التراث غير المادي في اليونسكو؟ في قسم مخصوص في وزاره الثقافه قسم التراث، حفظ التراث غير المادي. وهم بيعدوا قوائم، يعني افتكر هم عدوا، بس انا بصراحه ما عندي المعلومات كامله، لكن اعتقد انه عندهم بعض القوائم ولسه طبعا شغالين في انه يدرجوا فيها يعني اشكال اخرى من التراث. فاذا لم يدرج بالفعل، اتواصلتي معهم ولا حاجه؟ عن طريق بطريقه غير مباشره. ايوه، وافتكر انه يعني في شغل بطيء سريع، لكن في حاجه حاصله. انا طبعا لما كتبت المقال صراحه ما كان عندي فكره انه في حاجه زي دي حاصله، لكن او لما لقيت الكلام بتاع اليونسكو ده بديت افتش، ومنها عرفت انه السودان برضو يعني موقع الاتفاقيه، وموجب الاتفاقيه بيعد عمل القسم ده في وزاره الثقافه وبيعد القوائم. يعني محتاجين نفهم اكثر عن يعني الموضوع ده، ما اعرف ممكن نعمل مبادره او غيره. يا ريت. انا اسف اقول لك انه احنا في مبادره الباحثين السودانيين يعني عبرنا من مرحله انه والله احنا مبادره لبقينا منصه بتاعت انطلاق مبادرات، فبهمنا جدا الحاجه اللي بنقدر نعملها ونحشد لها وكده انه نعملها طوالي ناخذ فيها قرار يعني. خلاص اوكي، اخذوا القرار. المقال عندكم حقكم. اي نعم، قصدي انك تكون انت على راس الرمح في الموضوع، في المخاطبات، الحياه المطلوبه، شنو الابلكيشنز، نشوف منو الكاونتر بارت في وزاره الثقافه. كويس، طبعا محتاجين معلومات. نعم، محتاجين شويه معلومات، محتاجين نعرف انه ما برضه في نفس الوقت، لانه المعلومات ما متاحه كثير في السودان، هل في زول تقدم بحاجه زي دي قبل كده؟ هل السودان فعلا ادرج الموضوع ده اوريدي في القوائم اللي قاعده عندهم ولا لا؟ فدي كلها معلومات اوليه مفروض تتعرف من الجهه المختصه. لكن يس، انا اي ثينك اتس يعني ده اتجاه كويس، يعني ممكن نمشي فيه. ممتاز جدا. ممكن حتى نتواصل مع زملائنا الاكاديميين في الجامعات السودانيه على اساس انه يكونوا جزء من فريق العمل. عرفت برضو كويس انك اشرت للنقطه دي انور، لانه عرفت انه في جامعه الخرطوم افتكر تحت مركز الدراسات الإمائيه لو انا ما غلطانه، اعتقد برضو انه عندهم وحده او حاجه زي كده برضو بتشتغل على موضوع التراث ده. ممتاز ممتاز، دي اللي احنا ممكن نوصلهم. بتكون حاجه كويسه جدا لو يجينا اكاديميين يتعاونوا معنا، على اساس انها ما تكون بس يعني حول العطور، وانما اي حاجه ثاني تراث لا مادي ممكن الناس تشمله في المساله دي. ونحن عندنا طبعا، نحن في السودان عندنا ثروه بتاعت تراث لا مادي. عندنا الاكل، الملاحات السودانيه دي ما حقتنا برانا، مش كده؟ صحيح صحيح. الرقصات والغناء والازياء والمزيكا الجلابيه على الله دي ما اظنها في حته ثانيه في العالم فيه. ما بتكون هاي بس تلبس بس اي حاجه تمشي. التوب ذاته رغم انه هو يعني معروف ممكن في موريتانيا او كده، لكن برضه في السودان عنده خصوصيته بالذات يعني في الطقوس المختلفه. فعندنا لا عندنا يعني السودان بلد غني بالثقافات، وعشان كده الانثروبولوجيست كانوا مهتمين به، لانه هو حته غنيه جدا بالمفردات بتاعت التراث الثقافي يعني الانساني. نعم. في شباب والله يعني في الباحثين السودانيين يعني صاعدين، منهم يعني شابة ممتازة جدا جدا عروبة اللمين، كان من أوائل الشهادة السودانية، وأسي قبل كم يوم كان عمله شرح للتخصصات الجامعية للطلاب اللي امتحنوا الشهادة بصدد اختيار التخصص الجامعي. فأعتقد إنهم برضو يعني لو أنتوا ارتبطتوا مع بعض، أنا ما أعرف هل عندك أنت علاقات مع أنثروبولوجيست سودانيين في السودان حاليا من الأكاديميين وكده؟ اي بعرف عروب كمان، اي عندنا شغالين مع بعض، عندنا شغل مع بعض. ممتاز. بس في حياة ثانيه مختلفه. ممتاز جدا جدا. احنا في حاجات كثيره والله ما لاقي لها اجابات، وفي ظواهر كثيره بتظهر في اي وقت من الاوقات، بيقوموا سياسيين يفتوا يعني بغير علم
وكذلك الاقتصاديين ولا غيرهم، يعني في ناس بيشتوا بعلم وفي ناس بغير علم، لكن بيكون دور الانثروبولوجي ما موجود. يعني الانسان ذاته، الزول والزوله ديل ما عارفين شنو هم اسي في وضعي بالضبط، وبتلقي في ناس ثانيين بيفتوا بالنيابه عنهم، والتفسيرات بتكون في كثير من الاحيان يعني سطحيه فطيره، ما عندها اساس بتاع بحث علمي. فان شاء الله انت حتكوني معانا في المجموعه على اساس انه اي نعم لو في اي اسئله ولا في اي حاجه، والحاجات كثيره ما شويه، احنا بلد ما شاء الله لباحث، بلد مليئه بالمشاكل المحتاجه حلول، مش كده؟ ايه كثيره جدا يعني. نعم والله انا قايم يعني افتكر انه نحن افضل ما من السابق، يعني عندنا باحثين وناس يعني قلبهم على البلد و بيقطعوا جزء كبير من اهتمامهم ومن وقتهم يعني في العمل البروبونو يعني التطوعي لخدمة السودان. فافتكر احنا افضل من، وبعدين حتى لو برضو ما بنعرف بعض بشكل كافي، لكن بنعرف بعض افضل بالتكنولوجيا يعني الفرضتها يعني الفرض العصر اللي احنا عايشين فيه. ففي opportunities، this is what I want to say، انه في فرص نحن ممكن نستعمله وممكن نشتغل على أساسه. تمام. طيب برضو في يعني أعتقد إنه في بحث ممكن يتعامل عن اقتصاديات العطر في السودان، مش كده؟ لأنه والله أنا أفكر إنه زي ما موضوع يعني الشاي والأطعمة وغيره، أفكر إنه أيوة ممكن برضو العطر. طبعا يعني الشاي والأطعمة هي وظيفة بتاعت النساء، النساء الأقليات والنساء المهمشات طبيعي، لأنه العطر طبعا تكلفته أغلى يعني، رغم أنه النساء يعني برضو النساء الهامش اللي هم شوية more established أو أكبر شوية في العمر بيشتغلوا برضو في موضوع العطر والحنة وغيره طبعا وهكذا يعني. فإذا ده يعني مجال هو أصلا محتفى به ولكن غير محتفى بالعاملين عليه يعني في صناعته. شايفة تعليق لذيذ من ياسر. فإذا في احتفاء به وفي حماية للعمال اللي بيشتغلوا فيه وهو ذاته كده، إن شاء الله يعني خلينا نحلم السودان يكون بلد سياحة، مقصد سياحة، ودي تكون واحدة من المنتجات المحلية اللي بتتباع، يعني ده ممكن يعمل حركة كبيرة جدا يعني. نعم وسي يعني معروف الحمام المغربي ومعروف المعرف شنو، ما بتسمح منتج اسمه الدلكه السودانيه مثلا كوسيله بتاعتها. هي القهوه الاثيوبيه يعني، والحاجات دي بتجيب انا ما بفهم طبعا في يعني، ما حصل عملت بحث يعني عنده علاقه بشغل زي ده، لكن يعني انا متاكده انه عنده مساهمه كبيره جدا في الاقتصاد، بالذات انه نحن ما دول صناعيه يعني، ولا احنا مرتبطين، الاقتصاد بتاعنا مرتبط بشكل كبير بقطاع الخدمات. وعندنا الفرص وعندنا التاريخ والثقافة اللي ممكن نحتفي بها يعني تساهم في اقتصادنا. في تعليق في الفيسبوك بيقول لك الفرق بين علم الاجتماع انه بيدرس الحاضر، والانثروبولوجي بيهتم بالماضي، الكلام ده صحيح؟ الكلام ده ما صحيح، التاريخ بيهتم بالماضي، الانثروبولوجي بيتعامل مع الكرنت ليفينج بوبيليشنز، بيتعامل مع الحاضر. بس الفرق بين الانثروبولوجي والسوسيولوجي التاريخ، يعني الانثروبولوجي ده بدا مع كواحده زي ما انا قلت من ادوات الاستعمار، انه قبائل النوير زي الفلاتة زي الفلاني. نعم يا الانترنت بس قطع فانا ما دايره. اوكي خلاص انا بعد. نعم في يعني التاريخ بتاعهم مختلف، في حين انه السوسيولوجي لا السوسيولوجي طبعا ما 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 مرتبط بالاستعمار ابدا، بالعكس هو ارتبط ب يعني جاء عنده اهميه كبيره جدا بعد الثوره الصناعيه، والفكره بتاعت انخراط تقسيم المجتمع لمؤسسات اجتماعيه، بدا يكون في اهميه جدا لعلم انه يفهم from a sociological بيسموها sociological perspective، انه يقدر يفهم المؤسسات دي قاعده شغاله مع بعض كيف، الاتيتيود البيهافير النتوركينج بيناتها and so on. فهو بيتعامل مع الانستتيوشنز. الانثروبولوجي بدا مع الاستعمار وبيتعامل برضه في الحاضر وبيدرس الانسان، ما
بيدرس السلوك بتاع الإنسان، بيدرس الأفراد وجماعات، وبيدرس الحضارة بتاعتهم. وكمان منهجية البحث بتختلف في السوسيولوجي، يعني علم الاجتماع لازم بيعتمد على زي ما أنا قلت في الأول، بيعتمد على الإحصائيات والأرقام والاستبيانات. الأنثروبولوجي ممكن يعتمد على الإحصائيات، لكن لازم ضروري جدا في الأنثروبولوجي يكون في يعني في معلومات فيلد، يعني في ديتا، يعني في بيانات كمية يس وصفية، يعني وصفية. يعني أديك مثال، في السوسيولوجي أنت بتكون داير تعرف الناس بيصحوا الصباح بيفطروا ولا لا، يس أور نو. لكن في الأنثروبولوجي بتكون عايز تعرف إنه بيفطروا شنو، بيفطروا الساعة كم، وبيفطروا شنو عشان لو حصلت حاجة emergency أنت تقدر تديهم نوع الأكل اللي هو بينفع مع الدايت سيستم بتاعهم. إذا أنت بقيت يعني، ودي حاجة طبعا بتنفعنا جدا في دراسات اللاجئين والنازحين. في دارفور مثلا افتكر كان معسكر حميدية كده قالوا والله لا نحن خلاص الفند ده قلة وبقى ما عندنا قروش، نحن نعمل للاجئين للنازحين نعمل لهم مشاريع يعتمدوا بها على روحهم، يدخلوا إنكم لروحهم، نمشي نجيب لهم بذور تقاوي وكده عشان يزرعوا. بعد ما مشوا جابوا الحياة لقوا إنه الأرض أصلا لا تصلح للزراعة. ده طبعا لو أنت سألت واحد بس من الناس دين كان هيديك المعلومة دي. قادر تتخيل كمية الهدر اللي حصلت في الوقت وفي الثروة وغيره. فده ده الأنثروبولوجي بيعتمد بصورة كبيرة جدا على الناريتيف، على القصة، على الحكاية، على الوصف. ودي اللي بتخلينا نفهم سؤال إنه ليه الأدوية مكدسة والناس المصابين بالإيدز ما بيتعالجوا، ليه في مجتمعات محافظة زي هنا في بتاع العنف يعني ضد المرأة النساء بيعنفوا في من قبل أزواجهم أو أهلهم يعني بشكل عام كتار جدا، ومع ذلك المآوي المأوى اللي بيتعمل لحماية ضحايا العنف الأسري ما فيها زول. أنت لو ما فهمت إنه البيت اللي بتطلع من البيت في ثقافة زي دي معناها بتقدر ترجع تاني، فبتبقى بين إنها تنقذ روحها كشخص وتضحي بأسرتها أو تقعد تستحمل لكن تكون جزء من النسيج. فده الفرق يعني ان ناتشل يعني بين الاثنين، هي الفرق في التاريخ وفي المنهجيه بتاعت البحث. ممتاز ممتاز جدا. طيب لو ما في سؤال ثاني او تعليق نحن هنقوم نحاول نختم في الوقت الراهن، وسعيدين جدا جدا طبعا بانه دي يعني كيك ستارت ان شاء الله لسلسله ولمبادرة لأنه تسجل التراث اللامادي السوداني كله إذا كان في أزياء ولا أكل ولا عطور ولا غيره بقيادة الدكتورة أميرة. أغاني البنات مثلا كانت تتكلم الدكتورة نعمة رجب مش كده المرة الفاتت؟ نعم نعم دكتورة نعمة، كانت علقت إنه أغاني البنات دي واحدة برضو من التراث اللامادي، وبفتكر انه ممكن يكون عندها اهميه انها توثق الاغاني الوطنيه. طبعا احنا عندنا كم بتاع اغاني وطنيه ما اعتقد انه موجود في اي دوله في العالم، يعني ثورات وانقلابات كثيره جدا، اي ناس يعني شغالين طول الوقت ما قاعدين. نعم نعم. لكن انت قلت لي انه كان في السابق انت استضفت يعني استاذ محمد جمال الدين. ايوه استاذ محمد، صح ايوه محمد جمال الدين قدم لنا سلسله كامله عن سايكولوجيه الزول السوداني، يعني لفهم الزول السوداني، وانا اسي ممكن استعرض معاك هنا ده السلسله والموضوعات اللي طرحت فيها. انا هجاوب على استاذ محمد سمير لحد ما انت تحضر. تفضلي ايوه محمد، افتكر انه يعني أنا بقدر أقول إنه ده كلام صحيح، إنه الأنثروبولوجي هو مرتبط بالحاضر. وطبعاً الحضارة البشرية هي في سيرورة مش كده، سيرورة وسيرورة بالسين والصاد الاثنين صح، فهو في سيرورة، فأنت ما تقدر تدرس حاجة بدون ما تشوف التاريخ بتاعها، لكن ما بتكون دي نقطة الانطلاق بتاعتك، بس بتدي البعد يعني التاريخ لأي حاجة في الدنيا. يعني ما
ما في السياسة دي في السودان. لما نتكلم عن حصل شنو الليلة الحاصل هسي طوال بترجع هسي زي ما أنور قال لك في انقلابات وثورات وغيره، فالتاريخ طبعا مهم لكن هو ما بكون الفوكس بتاع الانثروبولوجي. الانثروبولوجي بيشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه حاليا. ايوه أنور اتفضل. ايوه نعم، وري بس في القناة بتاعت اليوتيوب هنا ده البلاي ليست. طبعا السلسلة كانت يعني ممتازة جدا، عبارة عن الافريج بتاع كل فيديو زي ساعة، ووصلت ل 15 فيديو مختلف. يعني صراحة رائع. موضوعات اي كانت موضوعات رائعة جدا ومهمة، لكن لحد الآن لم يحصل الكونسومشن المطلوب. يعني لحد الآن الناس ما عارفين الثروة المعرفية الكبيرة الموجودة داخل الفيديوهات دي. وصراحة كان فيها حاجات مهمة، مثلا عن الحقيبة، يعني الحقيبة والمنشأ بتاعها جاي من وين وكده. أنا هشير السكرين الآن. سيكولوجية الزول السوداني بيتكلم عن إنها هي مدخل علمي لحل إشكالات السودان الراهنة. فتكلم في البداية عن مخيال الفرد ومخيال المجتمع، تكلم عن قضايا الحرب والسلام والإقصاء والإقصاء المضاد والعنصرية في السودان، تكلم عن المنظومة القيمية التي تشكل مخيال الزول. صراحة أنا في حاجات كانت بالنسبة لي يعني إحنا ليه مبشتنين؟ مثلا الراجل السوداني تلقيه مبشتن، لو الناس كلها شاكة في الغربة دي، الناس في كوربريت سيتنج، الناس كلها شاكة قميصها، السوداني تلقاه ما شاكي قميصه. ويعني في هناك في بشتنه كده، بتلقى في نوع بتاع كدوب كده ووساخه وبتاع. فالحاجه دي منشأها شنو؟ وصراحه انا بالنسبه لي كان الردود بتاعته واجاباته وتوضيحاته فعلا بتوري انه احنا الليله دي عباره عن برودكت بتاع شعوب ليها يعني تراثها، وليها يعني بتكلم عن انه احنا شعوب ليس قبائل. القبيله دي حاجه قدمها لنا المستعمر عشان ينقصنا بها، يعمل لنا مينيمايزيشن احنا ذاتنا، انما كان كله قبيله عباره عن شعب، والشعب ده كان عنده جيش وعنده نشيده الوطني وعنده علمه وعنده الى اخره كل المظاهر بتاعت الدوله بصوره كامله. فالتفسير ده تحديدا من الحياة اللي عجبتني جدا، انه والله اخي انت كراجل انت فارس ومستعد تدافع عن القبيله في اي لحظه، وعشان تكون مستعد ما بتهتم انت بجمالياتك ونظافتك وتتمسح وتتملس يعني. فبالتالي بقى القصه بتاعت انك انت تكون ما نظيف، مش نظيف يعني بمعنى مستحمي، انما شكلك الخارجي كده ما بتهتم بيه. دي واحده من الموروثات التراثيه يعني في المجتمعات السودانيه. لكن ده تراث ما دارين نحتفظ به ولا شنو؟ قصدي التفسير، لانه الامور كيف بعد ذاك. طبعا الخطوه اللي بعدها في انه كيف احنا ممكن نعمل الحاجة اللي اتكلم برضو عن الشعار بتاع مدنيو اللي كنا بنكتبه في ميدان الاعتصام، ومشاركة النساء السودانيات في هيكل السلطة. الواضح انه في ردة شديدة اسي وفقا للوثيقة الدستورية نفسها، يعني مشاركة النساء في السلطة ضعيفة، رغم انه دي حاجة الناس كتبوها بيدينهم، ما في زور كتبها لهم يعني، مش كده؟ ايوه. والكلام ده جاي من وين؟ يعني قدم تفسيرات ممتازة، اعتقد انهم يعني زي 15 فيديو، واتكلم عن السياحة في السودان كمنشط وغيره. فدارين سلاسل زي دي على أساس إنه الزول زي اللي بيكون بيقرأ في كتاب، ونحن الليلة في عالم الناس يعني قلت فيه القراية، لكن ممكن الناس تشاهد فيديو ولا ممكن تسمع صوت يعني. والله دي حاجة عظيمة، وأنا يعني أنا كنت شفت 2 3 لكن ما كنت متخيلة إنها سلسلة، وأنا بالتأكيد طبعا هستمع لكل الفيديوهات دي يعني بنلقى الوقت، وصعب لكن يعني بتلاقي، لانه هي بصراحه بتستحق. ده مجهود ضخم بصراحه يعني، I'm so impressed الحقيقه لازم اقول. ويمكن ذاته محمد يفكر انه هو ذاته يطلع من الماده دي كتاب يكون برضه موجود. يعني احنا بدينا معاه في مبادره فرعيه زي وتك، بنحبنا المبادرات نسكها لنهايتها، يعني في انه يكون في بيرسوناليتي تيست للسودانيين نفسهم. ما هو قسم البنى بتاعت المخيال بتاع الزول السوداني لثلاثة، لبنية الغيب واللي هي الروحانية، وبيئة الجسد واللي هي القبلية، وبنية الوعي بتاع الأفندي اللي هو المدنية.
والثلاثة ديل بيقوم بيشرح يعني بعمق في كل واحدة منهم. فاقترحنا عليه انه يكون في مقياس يعني زي البيرسوناليتي تيست اللي هنا دي، ممكن السودانيين يعملوا، لان الكلام ده عنده implications في decision making وفي planning بتاع الدولة ككل وفي المالية والاقتصاد، مش كده؟ yes. فلحد هسه ما وصلنا في حاجة للموضوع ده، لكن اعتقد انه مقترح ممكن يتعمل يعني من ناحية بتاعة تكنولوجي ممكن يتعمل، بس محتاجين نعرف بالذات انه هو موجود يعني المادة موجودة بالضبط، بس محتاجين نعمل scoring system للvalues نفسها يعني. يعني اذا كان هو بيضرب مثل ظريف مثلا يقول لك رجال سودانيين ورجال هولنديين مثلا، هو قاعد في هولندا كلهم قاعدين في مكان ما وقام قامت حريقه يعني، فبتلقى الانسان السوداني ده رجلي على حته الحريقه على اساس انه ينقي الزول ولا كده، بينما مثلا الزول الثاني بتلقاه بيحاول يضرب تلفون للاسعاف ولا للنجده ولا بيحاول يبعد نفسه عن الخطر ولا كده، فبوري انه كيف الحاجات بتكون مختلفه. فحاجات زي دي ممكن الناس تعمل لها سكور لكل فاليو ومدى التجاوب بتاعك معها، ومنها تطلع شخصيتك شكلها شنو. هل انت افندي كثير، انت قبلي كثير، هل انت روحاني كثير، صوفي الى اخره. ممتاز، رائع، وان شاء الله لا لا لازم نحضره وبرجع لك بفيدباك بالتاكيد ليك انت وأستاذ محمد بالتاكيد يعني. ممتاز ممتاز، انا رسلت له الدعوه بكل اسف بس شكله برا ما قدر يخش معنا، بس هو علق الحقيقه، علق في المبادره وعلق برضه في صفحتي على المقال، واضح يعني انا مبسوطه انه اهتم به يعني. هاي لا لا جدا وعلق. ايوه سعيدين بكم، احنا محتاجين دائما نسمع عن الانثروبولوجيست وما عندهم من علوم على اساس انه يعني نتنور ونعرف نفسنا اكثر. احنا معظمنا ما بنعرف بعض، واعتقد انه منشا الحروب كلها في السودان والرفض والاقصاء والبتاع انه الناس ما بتعرف بعض، ما بتحتفي ببعض بالضبط. ايوه الصراعات الحاصله بيناتنا دي وفقدان الثقه والتنافس الشديد على مين ثقافته افضل، هو انه نحن ما بنعرف بعض. العنصريه بشكل كبير جدا منشاها بيكون الجهل اكثر من اي حاجه ثانيه، فالناس لو ما بتعرف بعض بيكون عندها تصورات خاطئه عن بعض، ودل بيخلق يعني للأسف الشديد دي الظروف اللي بيطلع بيظهر فيها التشاحن والصراع. شايفة في برضو تعليق من أستاذ نزار إنه اتهم الأنثروبولوجي بأنه كان أحد عوامل اللي تساعد. أيوة بالتأكيد، أصلاً دي الهوية بتاعت علم الأنثروبولوجي إنه هو علم استعماري، لكن بقدر يعني أقول لك إنه في الوقت الحالي هو بيجي العكس تماماً، لأنه هو بيشتغل على السبجكت ليفل ده على بتاع بني آدم نفسه، وقريب للروايات بتاعة الناس وحياتهم اليومية والطقوس اللي بيمارسوها، فهو بالعكس بيجا نوع من أدوات الامباورمنت يعني والتحرر، وبالعكس يعني بيستعمل زي ما قلت لك في موضوع الصحة العامة مثلا، الموضوع بتاع الإيدز اللي أنا قلته، وموضوع الإيبولا، موضوع الـ Women Empowerment، بيجي يستعمل كأداة إنه بدل ما نفرض على الناس أشكال محددة جاهزة نقول لا والله يا إخواننا نزل ثقافتهم ما بتسمح بالموضوع ده، اللي هي دي الخصوصية الثقافية الـ Cultural Relativism. إيفن دو طبعاً أحياناً بيكون في نقد تجاهها، إنه زي ما قلت أنا برضو في الأول إنه ليه أنت أصلاً تتكلم عن خصوصية وهي غلط تدافع عنها، ودي طبعا ده ديبيت كبير جدا جدا ما هنقوله هسي، وهو مرتبط بالستاندرد اليونيفرسال العالمية أو العالمية وبين الخصوصية الثقافية. وطبعا كلنا يمكن في حياتنا اليومية عارفين بنلاحظ إنه في مرات الناس اللي عايشين برا البلد محتكين مرات يعني بيكونوا بيلاحظوا انه في نوع من الكلاش ممكن يحصل بين خصوصياتهم الثقافيه وبين الحقيقه. يعني مثلا في امريكا وفي اوروبا الفاير الارم ده واحد من الحياه الضروريه يعني لازم تكون عندك في البيت، ومع ذلك النساء السودانيات بعضهم بيحبوا موضوع الدخان ده او حتى يعني، ودي طبعا بتبقى مشكله، فبيقوموا بيشيلوا الفاير الارم بيعطلوه ما بركبوه الا لو عرفوا انه في
مشكله حصلت او كذا. يلا ده مثال يعني. هسه منو الصح؟ طبعا ده في الحته دي، لكن بس ده مثال بتاعت الكلاش. باختصار، اهتمام الانثروبولوجي بالثقافه بتاعت الناس وممارساتهم وطقوسهم، بترفع صوتهم وبتخلي صوتهم ضد أصوات تانية ممكن تكون بتحاول تفرض سيطرة أو هيمنة عليها، أو حلول جاهزة نتيجة لجهل بخصوصيتهم. ممتاز جدا جدا، نشكر جزيلا. دي في طبعا تعليق في الفيسبوك لما ذكرنا إنه الراجل يكون ما منظم وما كده، ذكرت تبيان قالت بيقولوا الراجل الأغبش راجل ذكران، فقام رد عليها زول تاني قال لهم الراجل الحمش فوق الجمر بمش وإلى آخره. ودي دي المقارنات اللي كان بيعقدها محمد جمال الدين، في إنه يعني لو كان أوروبي هولندي بيعاين كده زول بيمشي في الجمر ده، زول ما راشن، الزول ما عاقل، فالبيت الهولندية مثلا ما بتفتكر إنه زول عاقل زاف ما ارتبط به، بينما البيت السودانية بيجاي على حسب الثقافة العامة بتفتكر إنه ده والله نار الضلع وده الزول الراجل والكده وإلى آخره. كذلك في الكرم، تقوم تصرف كل ما في يدك والما في جيبك على اساس انك تكرم الناس، وبعد بكره تبيت جعان، وبهناك بيكون شايفين الزول ده يا اخي ما يعني الثقافه بتاعتهم انه مفترض تكون موفر، توفر قروش وكده، الزول الناجح عنده الزول بيوفر مش الزول اللي بيصرف والى اخره. فصراحه في حاجات فيري انترستنج، يعني الناس يا ريت انه يستفيدوا من الماده اللي قدمها الاستاذ محمد جمال الدين، وكذلك المواد اللي هتجي منكم ان شاء الله دكتور اميره في مقبل الأيام. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم كلكم، شكرا على الاهتمام، شكرا على الاستماع. صحيح أنا متخصصة في علم الأنثروبولوجي، لكن طبعا التخصص بتاعي ما له عطور خالص يعني. نعم. أنا تخصصي في الهجرة واللجوء، وإن شاء الله نلتقي يعني في مساحة ثانية. تكوني فيري بيزي طبعا، الهجرة والهناية في السودان أصلا معبر، طوال الناس متحركين عبر السودان مش كده؟ السودان معبر، لا السودان كله، السودان مقصد ومعبر و يعني كله ديستنيشن اوريجين ديستنيشن وترانزيت. عندك ممتاز. مهاجرين في السودان، وعندك مهاجرين من السودان، وعندك سودانيين مهاجرين، كله فيه بيشتغل الثلاثه وظايف. بتذكر في دكتور قدم لنا قبل كده عن انماط الهجره عند السودانيين، الهجره والاغتراب، وكان بيفرق بينهم، وصراحه قدم حاجه فيري انترستنج انه السودانيين بيمشوا اغتراب في شكل هجرة، يعني بقعدوا كده قاعدة بتاعت مهاجرين، لكن الواحد تلقاه مغترب، إقامته بيجددها كل سنة وإلى آخره. والله طبعا في أشكال كثيرة، عندها ليرز كثيرة الهجرة، وعندها تاريخ في السودان وفي الإقليم يعني، سواء الأفريقي أو العربي الشرق أوسطي يعني. وفي حاجات برضو ظواهر يعني يعني في قضايا صراحة ملحة ومؤلمة جدا يعني، زي الحاصل في ليبيا يعني، القصص بتاعت التهريب والاغتياب البشر وغيره. وانا كنت كتبت مقال في جريده في اسمها شنو، سودان الترا، ممكن ارسله لكم عن موضوع ليبيا. وكتبت برضو عن الهجره في السودان، برضو ندب في سودان الترا، وكتبت عن التجراي يعني المهاجر اللاجئين التجراي في السودان هسي. فده ممكن يكون موضوع لمره ثانيه يعني، يا ريت انه المحاضره ان شاء الله. بالتاكيد الموضوع هو مهم طبعا، وانا يعني واحد من الحياه اللي انا بركز عليها بشكل كبير. طيب احمد عبد الوهاب، عندك سؤال قبل ما نختم السيمينار؟ انا بس معلش يعني جيت في اخر السيمينار، وجيت جاي دار ادخل بس كمداخله يعني، لانه انا بس معلش كنت في الطريق سايق، ويعني الموضوع يعني فيري انترستد يعني. اول شيء بس بتشكرك دكتور اميره ودكتور انور، لان انا كنت راجع بس من الدوام فبستمع للمحاضره. انا بالنسبه لي لانه كان بس في حاجات اضافيه بس سريعه لو بيسمح الوقت، لانه انا كان عملت بس كدراسه عن تطوير العطر السوداني اللي هي مثلا الخمرة، ولأنه طبعا أنتوا عارفين أنه كان في مراحل تطويرية طورت فيها العطر السوداني. كان بيجاوب على أسئلة كثيرة من الحاجات اللي تسألت بالنسبة من موضوع الإيكونوميكس بتاعت العطور، وبالنسبة لأنه كقيمة اقتصادية
الحاجه دي انه نحن كيف نطور صناعه العطور، لانه لابد انه ما نجيف لحد الحد اللي هو موجود. دي كان الشغل الفاكر، الشغل اللي كان انا بفكر فيه اكثر حاجه قبل ما اعمل الدراسه، فكان انه كيف ان احنا نمشي لاتجاه المودرنز، لانه طبعا حسي زي ما انتم شايفين مثلا في العطور بقت مثلا في العربيات، مثلا العطر اللي بتركب في العربيه مثلا بدل ما تكون بخور بيكون في زي حاجه كهربائيه بتطلع البوخ بتاع البخور الرائحه السودانيه. فنحن ليه ما نحن الثقافه بتاعتنا دي تمشي في المراحل التطويريه العاديه حقت العالم اللي وصل لها الان يعني. فدي كان المحور بتاع الدراسه بالنسبه للعطر السوداني. انا طبعا يعني في تطرقت للحاجات الكثيره بتاعت الثقافه وتاريخها، وبرضو الموضوع بتاع انه طريقه التصنيع نفسها حقت العطر السوداني، برضو في موضوع المفروض انه يحصل فيه انوفيشنز يعني اساس انه نقدر كمان يدخل فيه الصناعات التكنولوجيه في موضوع صناعه العطر السوداني، لانه بيدي قيمه اقتصاديه للبلد يعني. ده حاجه نحن ثريه جدا، وحتى احنا تفاجات انا لما وانا بدرس في الموضوع او ببحث في الموضوع انها هي مسجله في بريطانيا بالخط الذهبي، انها من افضل العطور في العالم يعني. فدي حاجه بس انا كنت اضيف سريع في معلومات كثيره، لكن الوقت انا شايف لانه انتوا على الختام يعني، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا يا احمد. انت مجالك شنو ولا تخصصك شنو؟ اعمل ميوت لنفسك لو سمحت. ايوه انا طبعا المجال مختلف تماما، انا اصلا تخصصي درست هندسه كهرباء، تخرجت من جامعه السودان، عملت الماجستير حس الان في اداره الاعمال في تخصص اللي هو رياده الاعمال يعني، التخصص بتاع الماجستير. تمام. وشغال انتربرنور يعني في مجال العطور وكده ولا شنو؟ والله لا انا شغال في مجالي ذاته في مجال الهندسه، ولكن كانت بس الفكره بتاعت الانوفيشن او تكون خارج النطاق بتاع العمل ذاته، فانه الواحد يكون يدخل في المجال ده، فدرست فيه وبحثت فيه اكثر يعني. فكان الموضوع لانه انا فيري انترستد كنت لموضوع انه كيف نطور الثقافات السودانيه عموما يعني، ومن الثقافات السودانية اخترت الموضوع بتاع العطر ده نفسه يعني. شكرا جزيلا. تمام. طبعا يا دكتور عامر احنا كان مهندس على المداخله قيمه فعلا، وانا بصراحه يعني اتمنى لو انت ما اعرف اذا عندك حاجه مكتوبه او منشوره في الموضوع ده، اتمنى يعني اقراها اعلم نفسي اكثر، لانه انا ما مشيت في الموضوع ابعد من الكلام اللي انتم قريتوه في المقال. ودي حاجه يعني بصراحه عظيمه، يعني في فكره انك بتفتح موضوع بتلقى انه مداخله كثيره جدا وابوابه والناس شاغل ناس كتار وفيه شغل ما كنت هتعرفه الا اذا حصلت يعني حاجه زي اللي عملها هسي الدكتور انور او نشرنا المقال او غيره. فانا مبسوطه من مداخلتك جدا استاذ احمد، ومن كل المداخلات طبعا. لو في كمان حاجه مكتوبه انا اكون يعني سعيده. شكرا برضو نزار على التعليق، انا خليت الايميل بتاعي هنا للتواصل، وكنت سعيدة أتواصل معكم. نعم، وإحنا خدنا لكم الفورم هنا شباب، لو في زول عنده سيمينار ده يقدم ضمن سيمينارات الباحثين السودانيين في فورم الزول بيملاه، وبعد ذاك بنتواصل معك على أساس إنه نحدد زمن ووقت. دكتور أميرة والله سعيدين بك جدا جدا وفخورين بك، وإن شاء الله مزيد من التقدم والتوفيق، والمرة الجاية حيكون السيمينار بتاعنا عن الهجرة مش كده؟ ايوه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل الزملاء والزميلات الموجودين هنا في الزوم، وكذلك المتابعين بيشكروك جدا ويحيوك عبر مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك. الى ان نلتقيكم مره ثانيه، بعدين المساء عندنا ان شاء الله ونسعى على دروب النجاح مع دكتور ياسين حسن، فان شاء الله برضو الناس تتابع. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا، كثر خيركم. شكرا للدكتور انور، وشكرا لجميع الحضور. شكرا، مع السلامه.